السلام عليكم. هل تتصور ان التكفير ممكن يكون مادة كوميدية؟ اه والله تخيل كده، تخيلوا واحد تكفيره ومستعد انه يعمل اي حاجة علشان خاطر رضا سيده التركي، فيقوم يعمل ايه؟ حاكم المطيري اعلن ردة العرب عن الاسلام بشكل جماعي، وراح منزل التغريدة مفاجأة ام فاجعة بعد الردة الجماعية باغلاق الحرمين والمسجد الاقصى ومساجد العالم العربي كله من الخليج الى المحيط لاول مرة في تاريخ الاسلام التزاما بتوصيات الصحة العالمية والماسونية الدولية الايطاليون يعترفون. تعرضنا لخديعة من منظمة الصحة العالمية وتضليل إعلامي بشأن فيروس كورونا. ما أسهل التكفير عند حاكم المطيري وأمثاله. فبينما هو قاعد في تركيا في كنف العلمانية وفي كنف حلف الناتو والقواعد الأمريكية وعدم تطبيق شريعة الله، حاكم المطيري قرر أنه يقفر العرب من الخليج إلى المحيط بشكل جماعي. والمضحك في الموضوع أن حاكم المطيري استند في تكفيره للعرب ده على تقرير عملته قناة أو تي في اللبنانية اللي بيملكها رئيس الجمهورية اللبناني الماروني. آه والله، ما أنا قلت لكم كوميديا. مش بس كده، التقرير بيتكلم عن معلومات طبية غير مؤكدة تداولها أطباء إيطاليون، المعلومة لم تتبناها أبدا أي مؤسسة طبية أو علمية على مستوى العالم. ومفاد المعلومة دي بيقول إن الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا هي ناتجة عن تجلط بالدم الناتج عن بكتيريا ومش ناتج عن الفيروس نفسه. يعني حاكم المطيري ولأنه بيكره العرب ولأنه شعوبي أكتر من الشعوبيين نفسهم قرر إرضاء لتركيا العلمانية الاستناد على كلام الإيطاليين، وتقرير تلفزيوني من محطة بيديرها ناس مش مسلمين في الأساس وتابعة لرئيس جمهورية لبنان الموالي لإيران، استند على دول اللي مالهمش علاقة بالإسلام علشان يكفر أمة الإسلام. بالله عليكم، هو أمثال هذا ممكن يؤخذ منه علم أو يناقش حتى في علم؟ لا، والأدهى إنه مسمي نفسه أستاذ دكتور. واضح إن الشعوبية قادمة وبقوة، وللأسف بيدعمها المحسوبين على العرب العاشقين للعبودية لصالح الباشا التركي. كفاية لسع لحد كده، وأشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.